شوربة لسان العصفور هتكون مقاديرها ايه؟ كيس من لسان العصفور، الكيس بيكون 400 جرام بالظبط، الكيس اللي بنجيبه من اي شركة مصرية 400 جرام، فاللي احنا عايزينه 400 جرام. بصلة، ما هو انتم متأكدين ان المقدار بتاعي كيس لسان عصفور؟ ممكن تراجعوا كده يا ولاد اللي انا بعتاه، لان اعتقد ان انا كاتبه كوب لسان عصفور. بصله مفرومه وجزره مفرومه ونص كوبايه من البسله ونص كوبايه من الكزبره المفرومه، والكزبره المفرومه هناخد منها الاعواد بس مع الورق، لتر ونص مرقه، وعندنا سمنه، ورقتين لورا، وثلاث فصوص حبهان، وعندنا كمان اربع فصوص مستكه، وملح وفلفل اسود. دي المقادير بتاعتنا لشوربة لسان العصفور. وتعالوا كده نشتغل. يلا، كيس لسان العصفور هيكون كتير قوي على الوصفة، فأنا مش هستخدمه كله، هستخدم منه كوباية هتكون كفاية قوي. سمنة عشان نحمر لسان العصفور، وهاخد كمية لسان العصفور اللي انا عايزاها. والحقيقة يعني عشان برضو ابقى ادق، الكمية اختيارية شوية، في ناس بتحب لسان عصفور كتير في الشوربة، في ناس بتحب لا قليل، في ناس بتحب شعرية، فممكن تعمل الشوربة دي هي بالشعرية، مفيش مشكلة، فبراحتكم يعني في التفاصيل الصغيرة دي، مش هي اللي هتفرق معانا قوي، ومش هي اللي هتوصل هتحدد نجاح الوصفة او فشله، مفيش مشكلة. يعني اللسان العصفور فردناه كده في وسط السمنه وقلبناه معاها وسايبينه يتحمر. لسان العصفور بصوا اللون الذهبي ده هو بالظبط اللي عايزين نشوفه. ما دام شفنا اللون ده يبقى نقدر نكمل خطواتنا. على طول هنضيف البصل، الجزر، الكرفس، ويلا كمان بالمره هنضيف المستكه تدوب، واللورا والحبهان ياخدوا تشويحة هيبقوا فظاع. المستكة بتدوب في أي حاجة بتتشوح بكل بساطة، ما بتدوبش كويس قوي في المية. لسه عندي البسلة بس هحطها في الآخر. هقلب، عايزة الخضار ده مجرد إنه يدبل. الريحة طبعا تحفة مع كل الإضافات اللي ضفناها. هنحط شوية ملح، هنضيف شوية فلفل، وشوربة بسيطة جدا مفيش فيها حاجة تسكر، وطبعا شوية المستكة اللي اتحطوا دول مش فاهمين انتوا بقى بيعملوا ايه، يعني بيظبطوا الدنيا ظابطة رهيبة. بالنسبة لشوربة لسان العصفور ينقصها البسلة، فهنحط البسلة ونقلب التقليبة السريعة، ويبقى كده مش ناقص غير المرقة والشوربة كملت. بس كده طبعا الشوربة تبان كتيرة دلوقتي، لكن لسه في لسان عصفور هيستوي. عبال ما يستوي لسان العصفور هيشرب جزء من المرقة دي، وأمورنا هتبقى تمام وجميلة جدا جدا جدا. مش هحط ملح دلوقتي، او ممكن نحط الحقيقه، بس احنا طبعا حاطين مرقه اوريدي مملحه، فهنحتاج شويه ملح صغيرين مش حاجه كتيره، وهتبقى كده الشوربه دي خلاص تمام ظبطت تقريبه، بس عشان الملح يدوب، وهنسيبها مجرد ما تغلي. لسان العصفور هيكون استوى. شوربه لسان العصفور عاملين فيها شويه اضافات غير المعتاده، هتخلي لسان العصفور يتجدد كده حبة ويبقى مختلف. يلا بينا. ممكن نفس الشوربة دي تتعمل بالمكرونات الصغيرة خالص، تتعمل بالمكرونة الأرقام لو عندكم ولاد صغيرين بيحبوها قوي، ممكن تتعمل بشعرية مفيش أي مشاكل، ممكن تتعمل هي بالفريك بتبقى تحفة، ففي أوبشنز كتير قوي للشوربة دي برضو تقدروا تجربوها هتعجبكم جداً.